ام دی منانی دریاچه ساوا مانگی رابردو رودا وگ یکم میدیا بلاوی کردوا که بتواوی وشک بو پاش سی روش دوخکا گورا هاتونه تا سرچاوی سرچی دریاچکا که اوی کانیاوا بردوام اول جر زوی دا هل دا قوله تو بسر زوی وشکوتوین یکا بلاو دا بیتوا جریان مازال مستمر ننظر باتجاه حوض البحيرة الان المساحة الرطبة تقريبا تراوح 13% الى 14% دي منكيش تا اسايي نبوتوا بلان بو دریاچه که بو بوا بیابان اما دست بکرنوی جیانه ایره نیو راستی دریاچه ساویه او دریاچه که مانگی گلمو بر بطواتی و شک بو حواله که کم کسبو لعراق آهی بو هلنه چشید استا من که زیاد الله 250 مت الله سرچاوه که دور کوتو متوا وقت بینن بمشوی بو جاو توا قدخه کردنی لدانی بیرو گوشار خستنا سر زوتیاران و خوان کارگکان کدیان بیری نیاسایان لا دورو بری لداوا كان يكيب مشوي زيندو كردوتوا اذا قللنا الاستهلاك او استخدمنا طرق حديثه بالري ممكن تعود البحيره الى طبيعتها بشكل مستمر وليس بشكل موسمي كما يحدث في العام 2021 و2000 والسنه الحاليه دريجي دريعتي ساوا نزيكي 5 كيلومتر بانيا كش نزيكي 2 كيلومتر دبيت لسالي 2019 شانديكي زانكوي فراي بيركي الماني سردانيان كردو غوتيان میجوی او لم کانیاوا بو 5000 سال مو بردگره تاوا ایره ناوسی چی گشتیاری گرنگ بو بلامستا ویرانیا للایک کم بارانی و گورانی کشو هوا للایک لیدانی بیر بو کاری کشتو کالوی پیش سازی دریا چی ساوای وگ ناوسی چی گشتیاری بیری خلق بردو تاوا في حالة التزام أصحاب المعامل يعني بالمياه الجوفية وعدم استنزاف كميات كبيرة من المياه الجوفية تتم العودة لهذه البحيرة ولكن لن تعود إلى وضعها الطبيعي ولكن قد تعود إلى بالمسافة بنسبة 25 إلى 15%. أوي دريات سيسا وسويرة بلام دريات سكا لشوين الدقمن وقشتياري كان دريات سيسا ودكيوتا بارس غاي مصنع لنزيق رباري فرات بدوری 23 کیلومتر دکویت رجعوی شاری سماوی ناوندی پارزگاکا هلکود عزیز روداو دریاچه ساوا سماوا